السلام عليكم، انا اسمي وفاء مازن. عملت مشروع البرنامج لحل لعب. اول حاجه هندخل اسم اللعبه ويطلع السعر بتاعها. اول حاجه كتبت اسم المتغير اللي هو تويز، كتبت تويز ايكوال انبوت، بعدين فتحت قوسين، بعدين دبل كوتيشن، بعدين كتبت جواه انتر ذا نيم اوف ذا تويز، بعدين كتبت اف تويز ان، بعدين فتحت قوسين ودبل كوتيشن، بعدين كتبت مجموعه العاب زي البول زي السلايم زي كده، تمام. وبعدين كتبت برنت، بعدين فتحت قوسين، بعدين جوهم دبل كوتيشن، بعدين قلت برايس، كتبت برايس از 50 باوند، بعدين كتبت الف توايز ان، فتحت قوسين دبل كوتيشن، بعدين كتبت مجموعة لعب برضو زي مثلا الباربي دول والكيتشن تولز ماشي. وبعدين كتبت تحتيه بقى برنت تاني، بعدين قوسين، بعدين دبل كوتيشن، بعدين برايس از 150 باوند، بعدين نقفل القوس، بعدين كتبت تحت اليف تويز از ان، اليف تويز ان، فتحت القوس قوسين، بعدين كتبت دبل كوتيشن، بعدين كتبت برضو مجموعة لعب زي روبوت دوغ وكده ماشي. وبعدين كتبت برنت، وبعدين فتحت كوشين، بعدين دبل كوتيشن، بعدين كتبت برايس از 300 باوند، بعدين كتبت كوز، بعدين بعدين انت دوست ران، بعدين انت كتب لي انتر ذا نيم اوف ذا تول، بعدين انا كتبت سلايم وبس كده. شكرا لمصر.